هلا حبيبي، شلونك؟ شو اخبارك؟ لا انا قاعدة بالبيت، تعرف اليوم ما طلعت لان خابرني زياد كان يقول لي بالليل على اساس نطلع نتعشى برا، بس اني تعرف ما اني ما دا اعطيك الصراحة. اني اكثر اطلب الطلاق، بس المشكلة الطفلة وين اوديها؟ الطفلة اني ما اقدر اتركها، ماكو حل انه ابقى ويا زوجي وبنفس الوقت ابقى وياك، لازم هذا الحل. بس اني هو بس يجي من الشغل راح انتظره، يجي من الشغل راح اطرح عليه الفكرة، اذا صدق وياك كان يعيش احلى لحظات. اوكي راح انتظرك على نار، واني هسه بس يجي اتفق وياه، اذا وافق انطيك الخبر وكل شي راح يكون تمام. اوكي احبك. منو؟ هلا شلونك؟ شو اخبارك؟ هلا بيك يا حبيبتي، شلونك؟ زينة تمام. شلون طالعة؟ حلوة اليوم؟ عيونك الحلوة حياتي. شلون شو اليوم؟ ما طاقة غدا؟ والله الصراحة ما الي خلق. خير شو بيه؟ ما اعرف ايش بيه، ما اجى على بالي اسوي اكل اليوم. وين دا احس ايش صار لك؟ كم ما اشتغلت؟ ما اعرف ايش بيه. لا الا اي هو يعني هاي الايام هاي الفترة ما ادري ايش يصير وياي يعني الصراحة يا زياد. خير شو بيه؟ احكي لي. احكي شنو اللي بداخلك احكي. ما اعرف شنو اقول لك. ما ادري ايش تكون ضايجة، احكي شنو؟ يعني الا احكي؟ احكي شنو اللي عندك احكي. شنو يعني؟ ما اعرف شلون ابدي لك بالموضوع زياد. شو بيش؟ غير اعرف شو بيش. زياد محتاجة شي؟ تعدين شي؟ ناقص شي؟ محتاجة شي واحد. شنو؟ زياد احنا لازم، عندي طلب. شنو؟ قول. ما اعرف شو اقول لك. زياد احنا لازم ننفصل. ليش؟ لازم تطلقني. ليش؟ شنو السبب؟ لازم تطلقني باسرع وقت. انا احبك ما اقدر بدونك. زياد رجاء روف الحب على الصفحه، طلقني. لا ما اقدر، بالعكس انا احبك ما اقدر بدونك. شلون اطلقك؟ لا شلون الحل؟ الحل يمك. ليش تبين تطلقني؟ ليش اريد اطلع؟ ما مرتاحة. ليش ما مرتاحة؟ شنو مقصر وياك؟ انت؟ ما مقصر بشي، انت شخص محترم، بس ما اعرف. لا ليش تبين تطلقين؟ ليش؟ اي ليش؟ اكو فد موضوع. شنو الموضوع احكي؟ طلقني ولا الطلاق احكي لك. لا احكي لي هسه، طلاق ما طلق. اوكي بس ما تعصب؟ لا تمام احكي. انت تحبني؟ اكيد احبك، ما ارضى طلقك واحبك. اوكي يعني اذا تحبني لازم توافق بهذا الشيء. شنو اقدر عليه اوافق؟ زاد اني عندي علاقه ويا ليث. ليث؟ ليث اي. يا ليث. ليث صديقك. صديقي؟ هاي شنو؟ هاي مش وقت. صار 3 أشهر هو يريد يجي. ودائما اني نتخابر من تكون انت بالشغل، دائما اني نتخابر ونتواصل، يريد يجي اني اشتاق له دائما. بس على ما يصير ليش ما قلتولي؟ دائما انت تشوفني اني بالبيت ما اطبخ وما اسوي اكل ونفسيتي تعبانه، ما اقدر اقول لك اني ترى عندي علاقه ويا صديقك واحب صديقك، واني ما اريد بنفس الوقت انه استعجل بالموضوع واخذ قرار، بس اليوم وصلت النتيجه خلاص نتطلق وكل شيء ينتهي، والطفله لو ظل عندي بنتي لو ظل عندك. شنو السبب اللي خلاش تحكين هسه؟ واختي نكت بعد، ما اقدر الى متى اني هذا الشيء ضامته، الى متى اني هذا الشيء
عندي علاقة ويا ليث وما حكي لك، لازم هاني أوصل الموضوع وياك. واتصلت عليك قبل شوي قلت لي مشغول. كنت أحكي ويا ليث. وهسه الحل شنو؟ عندي شرط أخير. شنو؟ يبقى ليث يتردد علينا. إيه. ويروح علينا، تبقى أنت زوجي مثل ما تكون. إيه. بدون لا من أطلق ولا شيء. والخاطر بنتنا حتى ما نهدم البيت وبنتنا ما تضيع، بس أبقى ويا ليث. يعني وياي ويلك؟ أنا زوجتك وليث أنا عشقت ليث، وين المشكلة؟ هذا بهواية بيوت، هذا واقع حال، بهواية بيوت أكو هيك شيء. ترى أنت ليش مستغرب من الموضوع؟ إذا أنت تحبني لازم تتحمل، لازم تتحمل هواية أكو. يعني أكيد أحبك. خلاص ترضى؟ ترضى قدام عينك انه يفوت ليث ويجي علي؟ ما افرض، بس قدامي. قدامك يسوي ايش قدامي؟ نعم انا هذا الشيء اللي اريده. هسه لو فرحت راح يجي ليث. حبيبتي انا موافق يجي ليث يمارس قدامي، ما انا ما اريد اخسرش، انا احبك. تمام؟ تمام. انا راح اروح انام. ماشي، تصبح على خير. وانت بخير. ألو، ها ليث، أنا حكيت ويا زياد، كل شي تمام، وافق، قال أني، قال أول مرة تطلق من عنده، قال أني ما أقدر أطلقك، أني أبقى وياك، بحبك، قلت له عليه، شو ليش قلتي له؟ ما قال ما عندي مشكلة، هو قال إنه هو ديوز. وين المشكلة بالموضوع؟ تمام خلصت لعد هاي، اتفقنا انت بين يوم ويوم تتردد علينا للبيت وكل شي ماكو، انا متزوج شو عادي انت تتردد، ماكو اي مشكلة. بس ما تعرف اسكت، فرحانة ومرتاحة انه انت راح تتردد علينا، فرحة من العمر، ما اعرف شو انا اقول لك، انا كلش فرحانة، أسوي كل شيء على مودك، كل شيء أسوي على مودك، وما أعوفك، المهم أبقى وياك. شوف إيش قد أني تعرفت وسويت، بس مرتاحت ويا رجالي بقد مرتاحت وياك، أكثر واحد يريحني أنت. باي باي حبيبي، باي.